ومعنا من ولاية أريزونا مراسلتنا أمينة السريري، وفيما بعد ينضم إلينا من ميامي في فلوريدا مراسلنا إياد الشخبير، وأيضا من فيلادلفيا في بنسلفانيا مراسلنا رضا بوشفرة، وكذلك ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا جو تابت. أبدأ معك أمينة، كيف هو الوضع الآن وهل لا يزال الإقبال كثيف على صناديق الاقتراع؟ نعم بالفعل، منذ بدء مكاتب الاقتراع باستقبال الناخبين بشكل مباشر الإقبال لا يزال كثيفا، يختلف لربما من مكتب إلى آخر ومن مقاطعة إلى أخرى، لكن هنا بالذات في مقاطعة ماريكوبا والتي تضم 60% تقريبا من ناخبي ولاية أريزونا، حتى أنه يقال أنه في حال معرفة إلى أي مرشح تتجه هذه المقاطعة فتلك ستكون هي النتيجة نظرا إلى ثقلها الانتخابي. هناك إقبال كثيف مثلا في المكتب الذي نتواجد فيه، كنا نتنقل من مكتب إلى آخر حسب المعلومات التي يعطينا إياها مراقبو الانتخابات، وهذه ملاحظة لربما لاحظناها طيلة اليومين الماضيين في مكاتب الاقتراع هنا في فينيكس عاصمة ولاية أريزونا. هناك انتشار كثيف لمراقبي الانتخابات الذين ينتمون إلى منظمات غير حزبية حكومية وغير حكومية، يقومون بالانتشار ومشاركة المعلومات التي لديهم في كل مراكز التي ينتشرون فيها. علمنا منهم المراكز التي عليها إقبال والأخرى التي تشهد إقبالا منخفضا لربما. المركز الذي كنا فيه قبل قليل كان عليه إقبال كبير، لكن أغلب الناخبين يقومون بتسليم فقط أصواتهم التي توصلوا بها مسبقا من البريد، لكنهم يحرصون على تسليمها بأيديهم حرصا منهم على تسليمها في الوقت المناسب، خاصة وأن ولاية أريزونا لا تستقبل عن طريق البريد أي صوت يمكن أن يصل إلى مراكز الاقتراع بعد الساعة 7 بالتوقيت المحلي. هنا مثلا إن كنتم تشاهدون هناك صفوف طويلة من الناخبين كانوا ينتظرون لساعات، وصلنا تقريبا قبل ساعة أو أقل من ساعة. معدل الانتظار بالعادة في مراكز الاقتراع حسب المعلومات التي لدينا لا تتجاوز ما بين 7 إلى 10 دقائق، لكن يبدو أنه على هذا المركز هناك ضغط كبير. بالمجمل وتحديثا للأرقام التي توصلنا بها، تقريبا نحو 1,900,000 ناخب من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم اليوم. لا ندري إن كان سيكون لربما الساعات المتبقية كافية لتسجيل هذا الرقم، بالتالي ستحقق ولاية أريزونا رقما قياسيا، أي كل الناخبين الذين سجلوا أسماءهم أدلوا بأصواتهم، لكن على أي حال هو رقم بكل تأكيد أكبر من ذلك الذي حققته الولاية في انتخابات 2016. من ولاية أريزونا ننتقل إلى مدينة ميامي في ولاية فلوريدا، ومن هناك ينضم إلينا إياد الشخبير. أهلا بك إياد. من المعلوم بأن هذه الولاية هي يعني ولاية متأرجحة، هل بدأت تتضح نوعا ما معالم الخريطة الانتخابية هناك لصالح من يصوت الناخبون؟ نعم، تتناقص الساعات في الوصول إلى الساعة 7 مساء، لكن في هذا الوقت أيضا كذلك تتزايد أعداد الأصوات التي يتم فرزها والتي تم الاقتراع بها عن طريق التصويت المبكر. الصحافة المحلية تتحدث عن الانتهاء من فرز ما يقارب أكثر من 1,000,000 صوت ناخب قاموا بالتصويت في عبر مرحلة التصويت المبكر في الماضي. عدد الأصوات الذي تم الإدلاء فيها خلال فترة التصويت المبكر سواء من خلال البريد أو من خلال التصويت الشخصي هي 9,000,000 صوت من أصل 14,000,000 سجلوا للمشاركة في الانتخابات في ولاية فلوريدا. حاكم ولاية فلوريدا قبل ما يقارب ساعة ونصف تحدث بأن وهو حاكم جمهوري ينتمي إلى الحزب الجمهوري، نود التنبيه إلى ذلك، قال بأن دونالد ترامب هو صاحب الفرصة الأكبر وأن لديه فرصة كبيرة للفوز في هذه المعركة الانتخابية في فلوريدا، وكذلك قلل من شأن المنافس جو بايدن. لكن هل تحدث الحاكم
بعين المعلومات أم أنه تحدث بعين العاطفة؟ لا نعلم ما مدى ذلك، هل لديه معلومات عن الأصوات التي تم فرزها أم أنه تحدث فقط بعين العاطفة؟ لا نعلم لماذا قال هذا التصريح. المهم في ذلك أن هناك توجه انتخابي جديد لدى الديمقراطيين في الذهاب بإلغاء أصواتهم الذين قاموا بالإدلاء بها عبر البريد، والتوجه إلى مراكز الاقتراع بعد العديد من الدعوات من قبل أنصار الحزب الديمقراطي في فلوريدا إلى ذلك. من فلوريدا ننتقل إلى فيلادلفيا في بنسلفانيا، ومن هناك ينضم إلينا مراسلنا رضا بوشفرة. أهلا بك رضا. أيضا بنسلفانيا من الولايات الجدلية نوعا ما، هي تقليديا ديمقراطية ولكن ب 2016 أعطت أصواتها للجمهوريين لترامب. بحسب المعطيات حتى الآن، بحسب ما تسمعه أو ما يتم تداوله، كيف هو الاتجاه اليوم؟ نعم، حقيقة مدينة فيلادلفيا هي من كبرهات المدن في ولاية بنسلفانيا. هي مدينة حضارية معروفة بكثرة المهاجرين الذين يقيمون فيها، وأيضا معروفة بالأقليات مثل المواطنين الأمريكيين من أصل أفريقي. طبعا مدينة فيلادلفيا لا نتفاجأ إن كانت النتيجة اليوم لصالح مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، لأنها مدينة كبيرة مثلها مثل هاريسبرغ، مثلها مثل بيتسبرغ أيضا. لكن في المقابل دونالد ترامب ووراءه الحزب الجمهوري يعولان على المدن الصغيرة، يعولان على الأرياف. وكما تعلمين ولاية بنسلفانيا كبيرة جدا، نعم هي كبيرة جدا، قد تساوي مساحتها مساحة أكبر بلد عربي. هناك معلومة مهمة جدا، هي أن ولاية بنسلفانيا إن صح التعبير خارج الموسم الانتخابي هي ولاية مملة بالنسبة للأمريكيين، يعني لا أحد ينوي قضاء عطلته في ولاية بنسلفانيا، فلا هي نيويورك عاصمة الاقتصادية لأمريكا، ولا هي كاليفورنيا عاصمة الترفيه والسينما وهوليوود، ولا هي حتى فلوريدا عاصمة الترفيه وديزني إلى غير ذلك. فبنسلفانيا لا أحد يتكلم عنها لمدة 4 سنوات صراحة، لكن في الموسم الانتخابي هذه الولاية تفرض نفسها بقوة لسبب بسيط، أنها ولاية متأرجحة، وأيضا تضم أكثر من أو 20 بالتحديد تضم 20 صوتا في الكلية الانتخابية. من بنسلفانيا ننتقل إلى واشنطن مع مراسلنا جو تابت. جو أهلا بك. واشنطن يعني من الولايات المحسومة للديمقراطيين، وهؤلاء صوتوا إلكترونيا، وبالتالي كيف هو الإقبال اليوم على صناديق الاقتراع مباشرة، وماذا عن الإجراءات الأمنية التي اتخذت؟ غالبية سكان العاصمة واشنطن نحو 70% منهم صوتوا بشكل مبكر عبر البريد. اللافت في واشنطن هو الإجراءات الأمنية التي جرى اتخاذها في الساعات الماضية، وتحديدا في محيط البيت الأبيض، حيث نقف الآن قرب المدخل الشمالي للبيت الأبيض. يمكن القول بأنه قبل بدء ساعات بدأت مجموعات شعبية تتجمع هنا في هذه المنطقة، غالبيتها تحمل أو تردد شعارات مناهضة ورافضة لانتخاب الرئيس ترامب. طبعا هذا مؤشر على أن تظاهرات صاخبة يمكن أن تشهدها العاصمة في الساعات المقبلة. وعلى ضوء ذلك هناك انتشار كثيف لقوات الأمن. المعلومات تقول بأنه بدءا من الساعة الرابعة، أي بعد نحو 4 ساعات من الآن، ستبدأ تظاهرات كان تقدم بطلب ترخيص للقيام بها نحو أكثر من 20 منظمة غير حكومية. شكرا جزيلا لك جو تابت، حدثنا من واشنطن. كما أشكر أيضا من ولاية أريزونا مراسلتنا أمينة السريري. أيضا الشكر موصول لمراسلنا إياد الجغبير الذي انضم إلينا من فلوريدا، وأيضا أشكر رضا بوشفرة الذي حدثنا من بنسلفانيا. شكرا جزيلا لكم.